نشرة مفصلة من الميادين، أهلا بكم. وإلى عناوينها: استشهد شابان فلسطينيان فجر اليوم جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على سيارتهما بالقرب من قبر يوسف شرق نابلس. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن الشهيدين هما رائد حمدان وزيد نوري. إلى ذلك، استشهد الشاب عمر أبو ليلى منفذ عملية سلفيد بعد اشتباك مسلح مع قوات يمام الخاصة الإسرائيلية في قرية عبوين شمال غرب رام الله. قوات الاحتلال حاصرت منزل. نعت حركة حماس الشهيد عمر أبو ليلى ولفتت إلى أن عملية سلفيد تؤكد وللمزيد تنضم إلينا من رام الله مراسلتنا نسرين سلمي. نسرين، حيثيات استشهاد الشابين في نابلس، أيضا كيف تتفاعل الأوساط الفلسطينية مع استشهاد عمر أبو ليلى منفذ عملية سلفيد؟ يعني دينا، هذا صباح حزين وليلة أمس كانت أيضا ليلة حزين. للتوضيح، المسافة التي قطعها الشهيد عمر أبو ليلى من سلفيد حيث نفذ العملية قرب مستوطنة أريئال حتى بلدة عبوين في رام الله، مسافة طويلة جدا ويتخللها الكثير من حواجز لقوات الاحتلال. فقط لو نشرح للمشاهد يعني المسافة التي خاضها الشهيد وكيفية تخطي هذه الحواجز. يعني هي ليست حواجز بمعنى الحواجز، لكن كان هناك يعني حصار. جزيلا لك. إذا عملية الشهيد أبو ليلى عكست أداء فاشلا لجنود الاحتلال على الأرض وقلقا متزايدا لدى المؤسسة الأمنية في محاكاة عمليات كهذه في ظل حديث المحللين عن واقع جديد آخذ بالتكون في الضفة عنوانه دعم هذا النوع من العمليات. من الإسماعيل. أصداء فلسطينيين في قمع الاحتلال الإسرائيلي الحركة البحرية 25 والذي حمل شعار غزة ستنتصر على محاصريها. أحمد غانم. حراك بحري جديد ينتفض فيه يحمل الجنسية الكندية اعترف بأنه جند عبر الاستخبارات الإسرائيلية أو جند عبر الاستخبارات الإسرائيلية. بيان الأمن العام أظهر أن الموقوف كلفته إسرائيل تجنيد اللبنانيين لاختراق البيئة. سيرجي شويغو أن بلاده مستمرة في مكافحة الإرهاب إلى جانب الجيش السوري لاستكمال تحرير كل المناطق السورية. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن شويغو نقل رسالة من الرئيس فلاديمير بوتين إلى أعلنت قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها على مخيم الباغوز آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا، وأشارت إلى استمرار ملاحقة مسلحي داعش في بعض الجيوب في البلدة. قتال لا يزال على أشده عند الحدود العراقية السورية، وأكد أن العراق يعمل بكل جهده للسيطرة على حدوده. أجرينا تقييم للأوضاع على الحدود العراقية السورية. أفاد مصدر عسكري يمني بمقتل وجرح العشرات من قوات التحالف السعودي جراء استهداف تجمعاتهم بصاروخين باليستيين من نوع بدر واحد في منطقة الملاحيض بين جيزان وصعدة. المصدر نفسه كان قد أكد مقتل 8 جنود. وأكد الحوثي أن السلام وحده هو الطريق الحقيقي للحل، مشددا على أن العلاقة الندية مع الجوار والخارج هي الخيار والمنطلق نحو الحوار، وأعلن أن لا أحد يستطيع جعل اليمن حديقة خلفية له. لا زالت الفرص للسلام كبيرة. البعث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث أن الأمم المتحدة ستطرح خطة جديدة لسحب القوات من مدينة الحديدة عقب محادثات أطراف النزاع، وأكد أن تفاصيل العملية ستقدم إلى الأطراف في لجنة نائب الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق قال أن الأمم المتحدة تأمل أن يمهد اتفاق الحديدة لحل سياسي شامل في اليمن. أوضح مارتن جريفيث هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من مغبة محاولات زعزعة الاستقرار في الجزائر، وفي مؤتمر صحفي مع نظيره من قبل جميع الدول المعنية. أما العمار ممرة فأعلن أنه حمل معه إلى موسكو رسالة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأشار إلى أن بوتفليقة وافق على تسليم السلطة إلى رئيس المنتخب وإلى أن لجنة انتخابية مستقلة ستشرف على الانتخابات. هذا وأعلنت أحزاب سياسية تحت اسم تكتل من أجل الجمهورية الجديدة مبادرة لتسيير المرحلة الانتقالية بمجلس تأسيسي يحل محل البرلمان وينظم انتخابات رئاسية في البلاد. أسامة عبد النور. الطلبة والأطباء ينزلون للتظاهر من الميادين.
أعلن الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي القضاء على 3 إرهابيين في جبل السلوم بمنطقة القصرين. الحرس الوطني أعلن أن العملية يستمر الجدل في تونس على نحو واسع بشأن فاجعة وفاة 15 رضيعا في مستشفى الرابطة نتيجة إهمال طبي. عماد شتارة. وسط حضور مكثف لعناصر الشرطة بدأت مراسم دفن شهداء مجزرة المسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية التي أدت إلى استشهاد 50 شخصا وجرح العشرات. وجرى دفن أول شهيدين وهما أعلن رئيس الحكومة الأسترالية أنه سيستدعي السفير التركي في بلاده للاحتجاج على تصريحات أردوغان بشأن مجزرة نيوزيلندا. أجد هذا تعليقا مسيئا للغاية. وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن العقوبات الأمريكية على فنزويلا تدعو إلى قلق متزايد. وقال بعد لقائه المبعوث الأمريكي الخاص إليوت أبرامز أن المشاكل هذا. ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القوات العسكرية في فنزويلا إلى إنهاء دعمها للرئيس نيكولاس مادورو. وأشار خلال لقائه نظيره البرازيلي جايير بولسونارو إلى أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بما فيها الخيار العسكري. محمد كريم. مدى التعاون العسكري؟ قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي إن الإدارة الأمريكية تنفذ التزامات الرئيس ترامب بشأن دعم من وصفه برئيس المؤقت لفنزويلا خوان غوايدو. وأعاد بولتون نشر تغريدة لوزارة الخزانة الأمريكية. المندوب الأمريكي طالب في جلسة بمؤتمر نزع الأسلحة في جنيف بتولي ممثلي المعارضة الفنزويلية رئاسة المؤتمر المقررة لكاراكاس في أيار مايو المقبل. وقال أن هذه الدعوة تعكس نية أمريكية للانقلاب على الحكومة الشرعية. مصعصي. أرادت الإدارة الدين. حذر الاتحاد الأوروبي من أن تأجيل البريكزيت سيكون له ثمن اقتصادي وسياسي. يأتي ذلك فيما رفض رئيس مجلس العموم البريطاني جون. رجحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ارتفاع حصيلة قتل الفيضانات والسيول في موزمبيق لتتجاوز المئات. ووفق مسؤولين في الأمم المتحدة فإن الأعصار الذي يعصف بجنوب. وفي إطار دعم الابتكارات العلمية أقامت وزارة التربية والتعليم في غزة معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا لعرض أعمال الطلبة ومشاريعهم التي عالج بعضها قضايا فرضها الحصار. أحمد شلدان. هنا تتجلى آخر إبداعات الغزاويين بمن في الميادين. ألوان الربيع زينت شوارع طهران وسط الاستعدادات لعيد النوروز والذي يحتفل به الإيرانيون غدا. الأسواق بدت مزدحمة. والآن إلى العناوين. للمزيد زوروا صفحة الميادين على الإنترنت الميادين.net والميادين بالإسبانية لمتابعينا باللغة الإسبانية. إلى اللقاء.